بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. عايز اتكلم النهارده عن السواقه. وانت سايق عربيتك كده هكلمك شويه عن السواقه، او انت سامعني في بيتك لما تنزل تسوق بعد شويه اسمع كده، يعني وصيه لنفسي ووصيه لحضرتك، لان السواقه دلوقتي بقت انهيار عصبي في وسط الزحام اللي احنا فيه. فبدل ما الواحد يرجع بيته متنرفز ومتعصب وتعبان ويبدا يعني يعامل اهل بيته بطريقه مش كويسه بسبب عصبيه الطريق، هقولك على ثلاث افكار كده الواحد يفكر فيهم وهو سايق علشان يرجع وهو هادي جدا جدا. وده مش كلام على فكره مثالي او نظري، احنا في الاخر احنا اللي بنضر والواحد بيعجز بدري بسبب العصبية بتاعت الطريق. فهقولك على ثلاث أفكار كده إن شاء الله يكونوا سهلين ويتطبقوا من النهاردة بإذن الله. مبدئيا في السواقة كده، رقم واحد مفيش حد مستقصدك، يعني الشخص اللي كسر عليك النهاردة أو امبارح أو هيكسر عليك بكرة هو مش مستقصدك. فلان أبو عربية رصاصي اللي كسر عليك ده ما كانش ناوي وهو نازل من بيته يكسر عليك، إنما حاجة من الاتنين، يا إما هو إنسان واخد السواقة بلطجة وإنسان ظالم وبيسلب الناس حق الطريق بسواقته اللي مش كويسة، فده ظلمك وسلب حقك. اوعى تطلع دماغك وتشتمه وتاخد سيئات، استنى يوم القيامة هتفاجأ بيه، ربنا سبحانه وتعالى شافه والملائكة كتبت وهتاخد من حسناته أو ياخد من سيئاتك. فاصبر شوية، ربنا بيعلمك الصبر وفي حسنات مستنياك يوم القيامة. ولو كان كسر عليك وهو مش قاصد، معلش سامح، المسامح كريم، سامح عشان لما تغلط انت كمان وانت سايق ربنا يبعت لك واحد طيب وحنين يسامحك. فيبقى أول حاجة في السواقة مفيش حد مستقصدك. رقم اتنين، لو مشيت غلط بالعربية دي معصية فيها سيئات هتتحط في ميزان السيئات يوم القيامة. ليه؟ لأن أهل العلم بيقولوا في هذه الآية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني طاعة ربنا فريضة وطاعة سيدنا محمد فريضة وطاعة أولي الأمر فريضة. فقالوا مين أولي الأمر؟ قالوا أولي الأمر هو القانون. فلو القانون بيقول تمشي كده ما تمشيش العكس، لو أنت كسرت القانون دي معصية هتلاقيها يوم القيامة في ميزان السيئات. وخد بالك ميزان السيئات بيحس بالذرة، وممكن الإنسان يوم القيامة يبقى سيئاته أتقل من حسناته بمثقال ذرة، وربنا يستر على ميزان سيئاته أتقل من ميزان حسناته. عشان كده خد بالك اوعى تمشي غلط بالعربية أو تركن صف تاني وتسلب الناس حق الطريق اللي ماشي، لأن خد بالك لما بتركن صف تاني بتضيق الطريق. وسيدنا محمد لما تسأل عن حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو أنت سادد الطريق واقف صف تاني والدنيا زحمة بسببك أنت كده إنسان مؤذي. وهقول لك حاجة، اللي بيمشي غلط أو يقف غلط عايز أقوله على معلومة يفتكرها كده قدام عينيه لما يجي يغلط الغلطة دي، أنت بتخاف من الإنسان أكتر من ربنا، أنت التراب اللي هو الإنسان أعظم في قلبك من ربنا. لأن لو كان العسكري أو الضابط واقف والله ما كنت هتخش غلط، لكن ربك هو اللي شايف، فلم تعتبر برؤية رب العالمين راجع نفسك كويس. يبقى أول حاجة محدش مستقصدك، تاني حاجة لو مشيت غلط دي معصية، تالت حاجة جرب تبتسم بالذات لو غلطت أو كسرت على حد، جرب تعتذر. على فكرة المصريين طيبين والابتسامة بتشيل حاجات كتير من جواهم من مشاعر الغضب. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. مش هتعرف تصرف على الناس كلها بفلوسك، لكن تعرف توزع ابتسامات. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق مبتسم، يعني وزع ابتسامات وانت ماشي بالذات لو غلطت وانت سايق عشان تبقى انت اللي هادي وتروح ريلاكس كده ومش شايل هموم الدنيا بسبب السواقة اللي بينا نقول عليها دلوقتي السواقة بلطجة. لا، السواقة ذكر، السواقة ابتسام، السواقة واحد ماشي صح، السواقة واحد مش منافسن على اللي حواليه وكلهم مستقصدينه عشان تروح وانت هادي. والسواقة ما تخليكش تعجز بدري، وربنا يهدينا وياخد بأيدينا، وربنا معاكم والحمد لله رب العالمين.